الحمد لله رب العالمين، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين والمسجونين من إخواننا المسلمين، واجعل في أمتنا خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، إن لله ابتلاءات وامتحانات إلهية للبشر. امتحن الله الأمم السالفة، سقط منها من سقط، وبفضل الله نجحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الامتحانات العسيرة التي امتحن الله بها أمة يهود الامتحان البحري. اختار الله لليهود يوما للعبادة وهو يوم الجمعة، فرفض اليهود اختيار الله وضيعوه ونسوه، واختاروا لأنفسهم يوما يتعبدون فيه يتركون الأعمال وهو يوم السبت. فابتلاهم الله بالامتحان البحري في يوم السبت. كثر الله الأسماك حتى تطفو على سطح الماء وتقترب من الساحل تمسك باليد، فاحتاروا. يوم السبت يجب التفرغ فيه للعبادة، ما هذا السبك الذي لا يكفر إلا فيه؟ فذهبوا إلى أحبارهم وعلمائهم يستفتون، كما ذهب أصحاب الربا إلى بعض العلماء يستفتون يسألون حله وهو حرام. امتحانات للأمم. فقال علماؤهم الضالون: انصبوا الشباك يوم الجمعة فتصيدها يوم السبت، وخذوها يوم الأحد فتكونون في يوم السبت في عبادة وفي طاعة، وشباككم منصوبة تصيد الأسماك، فقد جمعتم بين الحسنيين، بين العبادة في يوم الجمعة وصيد السمك تأخذونه يوم الأحد.
حيلة، حيلة على الله وعلى شرع الله وعلى رسول الله. وفعل اليهود هذا، وانقسم الناس أمام هذه الحيلة ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي احتال، القسم الثاني الساكتون على الحيلة، القسم الثالث الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فماذا فعل الله بعد هذا الامتحان؟ هنا سقطوا، هذه قرية من قرى اليهود على البحر، البحر كان لهم ابتلاء. صبر الله عليهم كثيرا، فلما عتوا وتجبروا أنزل عليهم العذاب، فلم يستكينوا لله فحولهم قردة وأنهى ذراريهم فلم يبق منهم أحدا. نستمع إلى قوله تعالى في هذا الامتحان: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم نمتحنهم بما كانوا يفسقون. السبب في هذا الامتحان التمادي في الفسق. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم جاء العذاب الذي يطاردهم أبد الدهر إلى يوم القيامة بسبب هذه الجريمة، وهي كلما صارت لهم جولة ودولة وصولة سلط الله عليهم خلقا من خلقه يسومونهم سوء العذاب. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. والتاريخ يشهد لهذا. ذبحهم الرومان وذبحهم الفرس وذبحهم الآشوريون وذبحهم الألمان، وستكون لهم مذبحة حتى في أمريكا. انتظروا، سيذبحهم الأمريكان، لأنهم هم الآن يسيطرون على اقتصادها ويتحكمون في سياساتها ويأكلون خيراتها ويصدرون ثرواتها. وسيأتي اليوم الذي يأذن الله به، كما ذبحوا على يد النازيين سيذبحون على يد الأمريكان، وسيذبحون في فلسطين. فالقلوب المملوءة بالحقد والمملوءة بالدم والمملوءة بالثأر، سيأتي اليوم الذي يحقق الله فيهم هذه الآيات: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وانسحب هذا الامتحان البحري إلينا، انسحب إلى أمتنا نفس الامتحان، البحر وتوابع البحر. ليلة الجمعة ويوم الجمعة هو يوم العبادة. ليلة الجمعة العبادة فيها هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة كما تعلمون يذر الناس البيع والشراء ويتفرقون لصلاة الجمعة. ساعة
تفرغ تام، وهناك سباق في الساعات، الساعة الأولى له كذا، الساعة الثانية قدم كذا، الساعة الثالثة قدم كذا، إلى أن تغلق الملائكة دفاتر السجلات. ماذا حدث لبعض هذه الأمة؟ تستطيع أن تكون أن تقول لأكثر غثاء. إذا جاء يوم الخميس ابتلاءات، حشر الناس في شقق ضيقة، طول أيام الأسبوع مذاكرة ودراسة وانشغال في تحصيل لقمة العيش. فإذا جاء يوم الخميس، وكما تعلمون أن الحلال واسع فضيقوه، ضيقته الأنظمة، والحرام ضيق فوسعوه، فأصبح الناس يذهبون إلى الحرام ويتركون الحلال. أما ليلة الجمعة فتراهم في الأندية البحرية يزدحمون، الشباب والشابات كاشيات عارية، يؤذن المؤذن حي على الصلاة من المغرب إلى العشاء إلى منتصف الليل، وبعضهم إلى الفجر، الأكثر لا يصلي. اختلط الناس ذكورا وإناثا دون تمييز إلا من رحم الله. تبحث عن الزي الإسلامي فلا تراه، عن الحجاب فلا تراه، إلا شابا وشابة على رصيف أو على ظهر سيارة أو في زاوية مظلمة أو على أسفلت البحر أو صخرته، يتناجيان يتسامران يتحادثان يتغازلان. وأما الذين يدخلون البحر يطاردهم الامتحان، سبحان الله ما يكثر الصيد إلا عند أذان المغرب. إذا قال المؤذن حي على الصلاة بدأت خيوط الصيادين تصيد. امتحان. الذين في القارب يا أخي خنصلي، أصبر السمك كيف مصلي؟ والمغرب وقته فوات، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى الوقت. ويظل في هذا الامتحان، منهم من ينجح ومنهم من يسقط، صيد 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 ولا يعلم أنه يصيد السيئات ويهدر الحسنات ويتشبه بأخلاق اليهود، ويدخل الظلام وتختلط النجوم والصيد يتكثف ويتجمع، وإذا هو قد وقع في حبائل الشيطان وهو لا يدري. فإذا عاد بعد ذلك يصلي صلاة المغرب وجد الشمس قد غربت وجرت خلفها الشفق، ودخل وقت الأداء وجاء وقت القضاء، وبقيت له الحسرة وركبه الإثم. وأما الذين يشاركون بما هو أسوأ من ذلك وعلى وجه الخصوص في فصول الصيف، وأذكر أول ما بدأت المشروعات، كان هناك في زاوية ما نادي للفتاة مخصوص بهذا الاسم، يجتمع الفتيات بالمايوهات، هذا منذ زمن قبل هذه التصليحات للواجهات. وهناك فئة من الناس كبر سنهم وشاب شعرهم وهم في المراحل الأخيرة وفي معترك الموت، يأخذون مكبرات المنظار وفي أماكن ينظرون إلى الفتيات وهن يلبسون الملابس الخليعة البحرية. يا أيها الشايب لم تفعل هذا ورجلك على أبواب القبر؟ قال آخر الحياة موت، دعني أستمتع.
الله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. وإذا به يفهم هذا أن آخر الحياة موت، يعني أنا في سباق، أنا في سباق مع الموت لتحصيل أكبر وجمع أكثر للسيئات والموبقات. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وتجد اسم هذه الفتاة على الساحل اسما إسلاميا وأبوها مسلم وأمها مسلمة، وهي تلبس هذا اللبس الفظيع الذي يكشف سائر جسدها، تفتل الناس وتغتال عقيدة وأخلاق الشباب. إذن الامتحان الذي تعرضت له الأمم، تعرضنا له وابتلينا به، وأصبحت مشروعات والناس يتوافدون عليها ليالي الجمعة، ليالي الجمعة، ليالي العبادة والطاعة. فإذا جاء النهار انتشر الناس أيضا مرة ثانية. وإن من أسباب انتقالي من مسجد المدينة على البحر إلى مسجد قرطبة هنا هو هذا البلاء. الناس الذين لا يصلون الجمعة يأتون إلى حديقة الشعب في الساعة العاشرة، هم أطفالهم ونساؤهم يختلطون في حديقة الشعب، فيأتي المصلون فيوقفون سياراتهم في موقف حديقة الشعب فيسكرون الطريق على الذين لا يصلون. فإذا جاء وقت الغداء يريدون الخروج للشراء من المطاعم فيجدون السيارات مغلقة الطريق، يشتكون للمرور، يأتي المرور يخالفون المصلين ولا يخالفون الذين لا يصلون. وكثرت الشكاوي، كثرت الشكاوي، فكانت النتيجة أن انتقلت من المسجد البحري إلى المسجد البري لكثرة البلاء. يخرج المصلون يجدون على سياراتهم مخالفات المرور، لماذا تغلق السيارة في الحديقة على الناس؟ إنه امتحان من الله لكل الناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وحتى لم يجعل الله أي زينة إلا وفيها امتحان، الولد، المال، البيت، الوظيفة، الشهادة، الزوجة الحسناء، العمارات، المزارع. جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال لنبلوكم لنمتحنكم. من يؤثر هذه الزينة فيؤخر الطاعة أو يهدر الطاعة أو يترك الطاعة؟ من؟ ويدخل الناس جميعا في هذه الامتحانات العجيبة. أما الامتحانات البرية فحدث ولا حرج. المزارع، بدأ الناس في المزارع من أجل الإنتاج الزراعي، بعض الطماطم وبعض الباذنجان، وانتهت بعض المزارع حتى أصبحت مواخير. في ليالي الجمعة ويوم الجمعة تجلب إليها الغانيات والخمور والمخدرات وتصدر منها، وفيها الليالي الحمراء والقصف وعزف القيان، حتى أصبحت هذه المزارع مأوى لمن يأتي من الخارج ويتعجب ويقول عجبا للشباب الكويتي، لماذا يذهب إلى البلاد البعيدة وعنده كل شيء في بلده؟ أين؟ قال في المزارع، المزارع. الله سبحانه وتعالى امتلأ أصحاب المزارع، ومنهم قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، ارجعوا إليها. امتحان بسيط، كان أبوهم يطلع الثمار ويزكي عن الحديقة، الأولاد قالوا خلاص الفقراء ما راح نعطيه، فدمر الله مزرعتهم. وإن تدمير أخلاق الشباب اليوم أكثر من تدمير الزروع، ابتلاء فظيع. أتدرون
أن أكثر من 30,000 شقة للعزوبية موجودة في الكويت للدعارة. هل خطر هذا ببالكم؟ ونتصل برجال الأمن في بعض المناطق نقول العمارة من أولها إلى آخرها تتحول ليلة الجمعة ونهار الجمعة من أولها إلى آخرها إلى زنا وفجور وخمور. يقولون نعلم ولكن لا نملك أن نفعل شيئا. صاحب العمارة من كبار المتنفذين، وقد جربنا وألقينا القبض وراقبنا فكاد أن يمسح بنا الأرض، فتركنا الحبل على الغار. من كان يظن أن فتيات يستأجرن شقق في عمارات يصطدن الشباب في الطرقات. جاءني أحد أولياء الأمور يقول يا شيخ تعال اقرأ على ابني آيتين، مفزوع لا ينام الليل. ماله؟ قال أمام المجمع الشمالي أو الجنوبي أوقف سيارته وهو شاب نظيف نقي متخرج متفتح حفيف طاهر الثوب، يقول فوقفت مرسيدس خلفه وفتاة تدفعه وأخرى تجره لكي يدخلوه داخل السيارة ويخطفونه. قلت أحدث هذا؟ قال والله حدث، ونزع نفسه لأنه ابنا وسيما جميلا. يقول وجاءني يرتجف وأصيب بالفزع وأصبح لا ينام الليل. سبحان الله. إذا داء الأمم سرى فينا والكثير سقط. لهذا صدرت الخطبة اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء فإنا ضعفاء. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. اللهم استر أولادنا وبناتنا ونساءنا وأرحامنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء لا تحتاج إلى أنوار وإلى نيون وإلى كشافات، لأن الليل فيها كالنهار، الليل ليلها كنهارها. والامتحان والابتلاء أيضا يأتي في المراتب والدرجات والمناصب والوجاهات والوظائف. قال سبحانه ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبتليكم فيما آتاكم، وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال سبحانه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذا التفاوت في درجات الناس في الوظائف وفي المراكز جعل الجميع في امتحان وابتلاء. يأتي الفقير المسكين، أذكر أنه جاءني رجل ذو أسرة ويحتاج إلى رخصة، ثم ذهب إلى المتنفذ لكي يأخذ منه الرخصة لعمل ما،
فقال والله إني أستطيع أن أفعل هذا لك، لكنني متحسف ومتأسف أنني أوقع المعاملة دون أن أخذ منك شيئا. عجيب، كأنه لا يتم شيء إلا بشيء. فقال يا أخي أنا ذو أسرة كبيرة وأحتاج إلى هذه الرخصة، أعني أعانك الله؟ قال لا، هو بالإمكان أن تتم لكن بدون مقابل لا. وأصبح الناس هكذا. الله جل جلاله ذكر هذا في كتابه، فقال عندما أخبر عن قوم نوح وعن أقوام كل الأنبياء والرسل إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شوف يسمون الفقراء المساكين البسطاء المؤمنين من أتباع الرسل والأنبياء يسمونهم أراذل يا عدوان الله ورسوله، اللي صلي ويصوم وخايف ربه وصادق ومخلص بس انه فقير ما عنده مال، رذيل، أراذل، ميزان منقوص ومعكوس. وهؤلاء المساكين الفقراء لو تحدث لأصغر مشكلة وأدنى مشكلة تتحطم الأسرة. يعني لو مجرد حادث سيارة يكلفه قيمة تصليحها تتحطم الأسرة كلها، تكثر عليه الديون ويقطع ابنه من المدرسة ولا يستطيع يعالج ولا يشتري دواء ولا يستطيع يزوج بنته، كلها بسبب حادث السيارة. بس ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الله أكبر، بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نرى لكم علينا من فضل، وين فلوسكم؟ أين أرصدتكم؟ أين سياراتكم الفخمة الفاخرة؟ وعندما أرادوا أن يوجهوا تهمة الكذب إلى هؤلاء الصالحين الفقراء قدموها على طبق ارستقراطي دبلوماسي، قالوا وما نظنكم كاذب. الله أكبر، يعني الكذب نظن أنكم كاذبين. أحبابنا الكرام، الله يمتحن الأمة بهذا، فمن أوتي منصبا أو مالا أو درجة أو مسؤولية أو تنفذا أو وجاهة فلينجح في الامتحان وليسخرها لضعفاء الناس وليفرح. إن الله يسوق إليك الفقير ليذكرك بفقرك إلى الله، ويسوق إليك المحتاج ليذكرك بحاجتك إلى ملك الملوك، ويأتيك الضعيف لأنك أضعف أمام فيروس يهجم على بدنك. والامتحان العسير، أختم به الخطبة، امتحن الله الأمة حكاما ومحكومين بالجهاد. قال سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة، حقيقة الجهاد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلو أي نمتحن ونمتحن. والآن الجهاد ينادي في فلسطين، الجهاد ينادي في أفغانستان، أما الأنظمة فهي عن الجهاد بعيدة، لا تحبه ولا تريده إلا من رحم الله. سقطت في هذا الامتحان العسير، منها من يصادر سلاح المجاهدين، ومنها من يغلق الحدود، ومنها من يطاردهم ويلقي القبض عليهم ويسميهم مجانين، ومنها من يتآمر على الجهاد القائم يريد أن يحوله إلى استسلام، ومنها من يفجر وينفر، ومنها من يسخر بعض الدعاة المتدينين الملتحين حتى يحاربوا الجهاد والمجاهدين، فمرة يسمونه جهادا شركيا، ومرة يسمونه جهاد قتل المسلمين للمسلمين، ومرة يقولون لا تقاتلوا ولا تجاهدوا في فلسطين ولا في أفغانستان.
لماذا؟ لأنهم يقولون الجهاد الآن مخلوط ليس فيه وضوح. أما الصحف والجرائد والمجلات فيقولون هذا جهاد أمريكي، هذا جهاد عميل، وإذا جاء المجاهدون يدعون كما جاء عبد الله عزام يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، صارت الأقلام العميلة تندد وتفضح وتشتم وتسب وتشهر، وهو الذي فارق متاع الدنيا وزينتها وآثر الغبار وهناك على فنادق أفغانستان ينادي: أيها الحكام افتحوا طريق الجهاد إلى فلسطين، ستجدونني هناك على جبال القدس وعلى قمة الأقصى أنادي حي على الجهاد. امتحن الناس بهذا، نجح من نجح وسقط من سقط. يا شباب الكويت لما تعزفون عن الجهاد في أفغانستان؟ تدربوا في أفغانستان استعدادا للجهاد في فلسطين. انتظروا دوام الحال من المحال، سيأتي اليوم الذي يتدفق فيه المجاهدون إلى الأقصى. طال الزمان أو قصر فتهيأوا واستعدوا، وليكثر الشهداء ولتسفك في سبيل ربنا الدماء. انه اكبر، انه اعظم، انه احق ان تهدر الارواح في سبيله. اثرنا الدنيا وصعدنا مع القاعدين، والله ينادينا حي على الجهاد، حي على الجهاد. امتحان لكل الامة، امتحان. نجح من نجح وتأخر من تأخر. أيها الأحباب الكرام، تفكروا وتدبروا، وقد جعل الله أبوابا كثيرة لهذا الجهاد. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نسأل الله أن يحيي الجهاد في أمتنا ويجعله روحها ويجعله كيانها ودينها وعزها وثباتها ونصرها وتمكينها، إنك على ذلك قدير. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ألحقنا بالشهداء والمجاهدين، اللهم اجعل أرواحنا في عليين، واجعل جروحنا ودماءنا مسكا، إنك على ذلك قدير. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان، سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم. اللهم ارم عنهم واقتل عنهم وحد صفوفهم وادحر الشيطان عنهم. اللهم من أراد بنا وبهم سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا ندفع بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل. اللهم كما بددت شمل الروس الشيوعيين وفضحتهم وعريتهم وأسقطت مبادئهم ومزقتهم أمام العالمين، فمزق اللهم البيت الأبيض وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أعز المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية النصر على الأقصى الشريف وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، إنك على ذلك قدير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.